ما معنى اسم حذيفة؟ حذيفة اسم علم مذكر ذو أصول عربية خالصة، ويأتي بمعنى الحذف وتقطيع الشيء والتخلص من العيوب والآثام، وهو من الأسماء الإسلامية القديمة، وقد كان من أسماء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد اسم حذيفة على لسان الكثير من الشعراء العرب، ويعتبر من الأسماء قليلة الانتشار في الوطن العربي رغم مرجعيته الإسلامية، هو معناه الرائع أيضا. اسم حذيفة من أسماء الصحابة والتابعين، وخير الأسماء ما عبد وحمد. ومن المعروف أن التسمية بأسماء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا مقبولا ومحبوبا، لذلك فإن التسمية باسم حذيفة شيء أباحه علماء الدين وفقهاء اللغة العربية. حذيفة إنسان شجاع قوي لين القلب، يساعد من يطلب مساعدته، فهو محب لفعل الخير ومتعاون، ويمد يده لمن يحتاجها ولا يتوانى في تقديم العون والمساعدة. يدافع عن الحق ولا يخشى فيه لومة لائم، ويكره الظلم والغش والخداع. له خير في أبويه، فهو طائع بار بهم، يحبهم ويخاف عليهم. لا يفضل الترحال، ويحب الاستقرار في بلده بجانب أهله. قنوع ويرضى بما قسمه الله له في رزقه وفي كل أمور حياته. شاكر قانع. إنسان متدين قريب من ربه ومقيم للشعائر. حذيفة من الأسماء التي يوجد لها الكثير من أسماء الدلع، ومن هذه الأسماء زوزو، حوذي، حوفا، زوزا، فوفو، فافي، ذيفو. لعل أشهر من حمل اسم حذيفة هو الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان، الذي حضر جميع الغزوات الإسلامية عدا غزوة بدر. وكان حذيفة بن اليمان حافظ سر رسول الله، وكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو المعلم الأول لهذا الصحابي الجليل، كما أنه كان يشتهر بقوة إيمانه وحبه لله ورسوله.